النهارده مع حضراتكم من امام مؤسسه ابو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري احتفال اهالي الجيزه بمناسبه المولد النبوي الشريف عليه الصلاه والسلام. خليكم معانا. بنبارك لسياده النائب الحاج محمد ابو العينين ونقول له الف مبروك مقدما ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه، وكتر خيره وجزاه الله خير على اللي هو بيعمله بامانه يعني. يا ربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له. كل سنه وانت طيب، حضرتك طيب، عليك وعلى المسلمين بخير، واصلح حال البلد يا رب، ويبعد عنك اللي يأذيك ويخلي لك عيالك ويفرحك بيهم، الله يصلح حالك. كل سنه هو طيب، ربنا يبارك له في صحته ويبارك له في اولاده ويزيده من نعيم الله، ويزيده من نعيم الله، وراضي الناس كلها، ربنا ينصره يا رب على ما عادي يا رب. انا مش عايزه منه اي حاجه، واحنا انتخبناه عشان بيراضي الناس كلها. ويتفشر المرض محمد ابو العينين، يديه ويراضيه زي ما مراضينا وعطينا يديه ويراضيه. ربنا يخليه لنا يا رب، يخليه لنا ويبارك فيه ويخليه ويعليه ويكبره زياده وزياده، ويخلي الشعب المنيب والجيزه والدنيا كلها، اهل الجيزه كلها بتحبه، ولو حتى لو هو ايه برضه احنا معاه واقفين في ظهره في اي حاجه. الف الف مليون مبروك للحاج محمد ابو العينين، وربنا يخليه لنا يا رب وما يحرمناش منه ابدا، ودايما ودايما يا رب في مجلس الشعب. انا بشكر الحاج محمد ابو العينين على الحلاوه بتاعت الموسم، وكل سنه وهو طيب مبسوطين، ويا ربنا يزيده من نعيم الله ويحب في خلقه كمان وكمان، وراجل كله كرم وكله شهامه وبيدي الناس الغلبه كتير. ربنا يخليه ويخلي لك عيالك، ربنا يبارك لك يا رب في صحتك، كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك له واحنا فرحانين بيه من غير اي حاجه، يخلي له ابنه. ابو العينين ابو العينين ابو العينين، ما بيعملش دعايه، في كل بيت هتلاقيه، في مستشفى هتلاقيه، ايديه في كل حته في البلد، بيعمل كل حاجه. فخر الجيزه كلها الحاج محمد ابو العينين، مربي الايتام وبيدينا كل حاجه ومش حاش عننا حاجه، وربنا يديله الصحه وينور له عينه وينور قلبه ويرزقه برزقنا ويصلح حاله ويخليه ويبقى ناجح طول العمر. ربنا يخلي محمد ابو العينين ويبارك له في صحته وفي عافيته هو واولاده. انبسطنا بكل حاجه حلوه عند الحاج محمد ابو العينين، وربنا يكرمه ويخليه. ابو العينين حبيب قلبي، يطول عمرك ابو العينين، يطول عمرك يا حبي. وانا بحب ابو العينين، بحب ابو العينين وبحب الحلاوه. الف انا وشفا.